يا جهازي الحبيب، يا جهازي الحبيب، يا رب تكون إشارتك قوية وكشفك واسع حتى أقدر ألقي الذهب اللي اشترته عمتي من فلوسي. جاهز أنت يا حلو؟ يلا أشو شوفني نفسك، وين خليت الذهب يا عمتي الخبلة؟ وين هاي البومة مخلية الذهب؟ خلينا نشوف. وين مخلي الذهب عمتي؟ جايك هنا هنا، وين عجبك؟ هاي ايش دا يصير من الصبح؟ يا الله هستونا قعدنا. شويه شويه. هنا طلع الذهب، لقيته هنا. هاي ايش دا يصير؟ يمكن حرامي فات على البيت. قوم عمتي الخائنة طلعت ضامة الذهب بالكاونتر. يبو يبو، هيات الذهب كله لقيته. هلا بيك بجيبي. حاطة الذهب مالتي بكيس العدس. لك اوف عمتي الخاينة اوف، اكيد يجوز اكو بعد. حنين حنين حنين، اخ ايش دا يصير؟ شنو هاي؟ فايت حرام على بيت ماما. شنو؟ لع السنان وينه؟ طالع اشغل من وقت، لو يفيد كان هو هسه هنا. حاط الليرات بعلبة النعناع، خلي يرجع الحق لأصحابه واخذ ذهبي. ايش راح تسوي هسه؟ خلي نخابر الشرطة. ليش لحد ما يجون الشرطة الحرام ويروح مني دينه؟ على شنو ننتظر كل شيء من الشرطة؟ خلي نشوف شغلنا احنا. جيبها يلا قومي. استغفر الله. ويلي ويلك هو ذهب. اوف، يعني ادري ما لقيتي غير علبة النعناع الضمين بيها الذهب، وهذا كيس العدس همين. يا خائنة يا عمتي، اكيد اكو بعد. كلمة تضربون بابا أوس سنان حنونتي سنان عمه. ايش عندك انت هنا؟ ايش عندي انا هنا؟ ها اي قعدت قلت اردس لكم ريوق. اي ماما شفتي بس كنت انا خطيه. اي والله انا خطيه بابا، عبالنا انت حرامي. لا ابني هذا شلون حكي؟ شنو حرامي؟ انا قلت خلي اسوي لكم ريوق، خطيه انتم بالطاوله. سنان هذا الجهاز شو يسوي ببيتي؟ جهاز؟ شو سوى بهذا الجهاز هنا؟ جدا دور؟ لا عم لا، هذا الجهاز بوصفات مال ريوق، وانا جدا اقراها بي واتعلم. لا تشذب سنان، اخاف قاعد تدور على الذهب اللي ضامته بهذا جهازك المصخم. لا عمتي يا ذهب هذا شلون حكي يا معوده؟ شوفوا شوفوا مخلي الذهب كله بجيبه شوفوا. هاي ايش تسوين عمه؟ وصفه سنان، انت شلون تبوق بيتك؟ شنو من رجال انت؟ شنو ابوق بيتي حنونه؟ هن اصلا هذني الفلوس مالاتي، هاي الذهبات مالاتي اللي انا جبتهم، هي عمتي باقتهم من عندي، هذني مالاتي انت تاخذين فتشي. عوفي حنونه انا مظلوم ترى، انا اللي مباقيت، دائما انتم تظلموني، شنو هاي؟ لا تسوون هالشكل، مو عيب؟ رجعوا لي فلوسي. ولك انت قد تلغي أثول. أخ لو تعرف عمو راسي شبي وشلون بي وجع، عبالك دي دقون طبول بداخل راسي. اي والله عباك طبول، دمبك 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 دمبك، والله أكو معزوفة براسي بس بدأ أتذكر شنو هي. والله عمو عادي طبيعي حبيبي سنان، لا تخاف انت، ما طول الموضوع الدماغ وهالسوالف، فانت اطمئن ماكو شيء ان شاء الله. ما افتهمت عمو. ويلي عيني ماكو شيء ما ينفهم. عمو نوري يقول لك يعني ما عندك نزيف بالدماغ. ليش؟ لان انت ما عندك دماغ. انا ما كنت فاهم الموضوع وضحكت، اثاري طلع كلش كوميدي. الله ياخذك، ايش قد فطير. باع الحلق باع.
أشكرك عم نوري، سويتني قشمرة ولعبة بيد هذول الثولان. أصلاً هم كانوا يدورون علي حجة، انطيتهم هاي الفرصة. أنت شفتني وقعت قامت الكل تضربني. ليش؟ ياهو اللي يجي يضرب، ياهو اللي يروح يضرب. ليش عمو؟ سنان شحموية قلبي لا تزعل مني، بس أنت من صدق ما عندك مخ، ولك أنت شلون تدور على الذهب بهالجهاز؟ إيه حجي ألبرت أينشتاين احكي، هو كنت بس التناقص. عارف تعريف أفندي، شا سوي يعني آني إذا عمتي ضامتها للذهب؟ تدري مين اشترت هذا الذهب؟ بكل الفلوس اللي باقتهم من عندي، شا سوي يعني؟ أظل أتفرج عليها ويضيع حقي؟